الهجوم الأمريكي على مقر الحشد الشعبي في العراق لن يمر مرور الكرام، هذا ما توعد به قادة الحشد أثناء تشييع 16 من مقاتليه، مطالبين حكومة محمد الشيع السوداني بموقف لا يقل عن إخراج القوات الأجنبية من البلاد. نشد على يد السيد الرئيس رئيس الوزراء بأن يقوم بكل ما عليه من أجل الدفاع عن سيادتي وكرامتي وعز العراق. تطهر أرض العراق من كل وجود أجنبي، لا يمكن أن نقبل بهذه الحالة، لا يمكن أن نقبل بأن يقتل أبناؤنا ونقوم بعملية التشييع والتأبين فقط. استدعاء القائم بأعمال سفارة واشنطن في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية من الخارجية العراقية، مواقف لم تقنع ما يعرف بفصائل المقاومة الإسلامية في العراق التي يترقب أن ترد على الهجمات الأمريكية، بينما تحاول حكومة السودان ألا يتعدى الرد الإطار الدبلوماسي. الحكومة العراقية يعني لديها العديد من الوسائل الدبلوماسية أنه ترد على هذا الخرق الأمريكي، فالحكومة في إجراء يعني بحث المشاورات مع الشركاء السياسيين لتوحيد موقف سياسي موحد، أعتقد سيصدر في الأيام القريبة القادمة. تأكيد البيت الأبيض شن هجمات أخرى في العراق وسوريا أثار مخاوف العراقيين من الانزلاق إلى تصعيد أمني مع الجانب الأمريكي قد يعرض البلاد لاحقا لعقوبات سياسية واقتصادية. توسع الهجمات المتبادلة بين القوات الأمريكية وفصائل المقاومة العراقية قد يعرقل مفاوضات بغداد وواشنطن لإخراج قوات التحالف الدولي بحجة عدم الاستقرار الأمني، الأمر الذي ربما ينذر بتصعيد أكبر من الرافضين لبقاء تلك القوات في العراق. تحسين طه، العربي، بغداد.